انطلق صباح اليوم ماراثون بغداد السلام في نسخته الثالثة وبمشاركة واسعة لعدد من الشباب الذين قدموا من محافظات أخرى لتأكيد أن العاصمة العراقية آمنة. المزيد مع مراسلنا شفيق عبد الجبار. عند نقطة الانطلاق في شارع أبو نؤاس الشهير وسط بغداد تجمع مئات الشباب من كلا الجنسين للمشاركة في الدورة الثالثة لماراثون بغداد للسلام. 30,000 متسابق من العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة ارتدوا ملابس بيضاء في إشارة إلى أن الرياضة جزء من الحياة. الماراثون رسالة واضحة أنه العراق بخير، وإحنا الناس حالنا حال باقي الدول، ناس عايشة وناس مرتاحة الحمد لله، إن شاء الله يعني بخير وسلام. كل محافظات العراق راح تكون مثل هنا وبعد أحسن. على خلاف الأعوام الماضية لم تغلق الطرق الرئيسة والعامة أمام حركة المرور والمتسابقين على حد سواء، كما لم يتم نشر مئات الجنود لتأمين المسافة والمتسابقين كما جرت العادة. أجواء تؤشر على تقلص وتيرة العنف وحركة المسلحين الذين تراجع نفوذهم. في هذا المهرجان الرياضي ترى كل أطياف الشعب العراقي متوحدين متجانسين لا خلاف بينهم. منظمون قدروا حجم المشاركة هذا العام بضعف ما تم تسجيله العام الماضي، ما يعكس بحسبهم استعادة سكان بغداد والعراق معا الثقة بعودة الأمن والأمان لعاصمتهم بعد مرور أكثر من شهرين دون تسجيل خروقات أمنية في المدينة. بغداد تنعم بالأمن والسلم، إنها الرسالة التي يسعى الشباب العراقي إيصالها للعالم من خلال هذا الماراثون، رسالة يراد بها تغيير الصورة النمطية للعاصمة العراقية التي لطالما ارتبط اسمها بالاضطراب الأمني والعنف. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد.